مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكي لكم على البريز دانجكسيون الموجوده في ازات سوسه اللي هي داكيومار اس في 50 50 معناتها 50 تورناتا اس في. هو لو تيب دو موتور معروف بالنسبه للشركه دي اللي هو ان موتور ايكونوميك. دونك ماكينه صينيه باش نحكيو على البريز دانجكسيون افيك سي بيريفيريك. غادي نشوفو في البريز دانجكسيون دونك لي بيريفيريك زاد كيف كيف الماكينة فيها 3 بارتي نجمو نقسموها. عندنا لونيتي دانجكسيون، عندنا كيف كيف البارتي هذه سي لا بارتي دو فيرميتور، لو بانو دو كوموند، نجمو نزيدو زادا لارموار الكتريك اي لو جروب هيدروليك. لونيتي دانجكسيون فيها تريمي برانسيبالمون، عندنا دون سيت بارتي موجود الفيس والفرو بور اسيوري لا فيزيون باش نذوبو الماتير بلاستيك. وهداك الشيء السيستم هذا هو كي فا اسيوري لانجيكسيون، معناتها يدخل البارتي بلاستيك بلاستيفي دون لو مول. دونك هنا تشوفوا كيفاش الموتور افيك لا فيس الاثنين افونس بور اسيوري لانجيكسيون دو لا ماتيير. الوغ بالنسبه للبارتي 2 لونيتي دو فيرمتور، هو الرول نتاعها بيان سور هو لوفرتور الى فيرمتور دو مول، ومعاها دون الفيرمتور هو الكبس نتاع القلب، خاطر يلزمك تكبس على القالب باش الماتير بلاستيك ما تخرجليش من القالب وقت اللي نعمل الانجكسيون. الانجكسيون تصير فورت بريسيون، معناتها بريسيون كبيره الانجكسيون، اذا كان يبدا القالب مش مكبوس برشا دونك فما امكانيه ان الماتير تخرج من القالب. هذه خاصيه من خاصيات الماكينات كيما هذه الماكينه داكيومار اس في 50 سي لو توناج اللي هي 50 ترنات، سي لا فورس ماكسيمال اللي تنجم تكبس بها القالب نتاعك على الماكينه هذه. دونك عندنا في اليونيتي هذه بلاتو فيكس بلاتو موبيل و نوتر بلاتو دو ريغلاج دو لوبيسور. لو ريغلاج دو لوبيسور يصير عن طريق الكورون هذه تشوفوا فيها الدور، هي كي فا اونتريني لي كاترو فيكسي سور لي كولون، هذوما لي كولون دو غيداج اللي مش تحرك عليهم البلاتو موبيل. دونك المول محلول، دونك هذا بلاتو فيكس هذا بلاتو موبيل. البارتي فيكس دو مول سور البلاتو فيكس والبارتي موبيل دو مول سور بلاتو موبيل. دونك بور ديبلاسي البلاتو هذايا موبيل يتحرك حركو، عندنا سيستم هذايا جونيير افيك ان فيران، لي جونيير سون كوموندي بار ان فيران هيدروليك. لو بانو دو كوموند بيان سور هو الرول نتاعو باش يتحكم في المكونات نتاع الماكينه. دونك هنا عندنا الموتور، عندنا ريستونس، عندنا لي توش لي نيسيسير بور كونترولي لا ماشين لي ديبلاسمون بور انتروديير دا لي بارامتر دو ريغلاج. بالنسبه للبيريفيريك دو لا بريس اللي مهمين برشا انديسبونسابل بور لو بون فونكسيونمون باش البريس تخدم كوريكتومون. دونك اول اليمون هو بيريفيريك هو سيشور، هذا مهم سيشور باش يشيح الماتير بلاستيك. الماتير بلاستيك فيها امكانيه انه هي الابسورب الهيوميديتي، دونك يلزم نشيحها باش تطلع بياسها من غير دي بول دير ولا من غير مشاكل دو كاليتي، باش تطلع بياستك صحيحه دو بون كاليتي لازم نحيو لي بول دير بالسيشور هذا. دونك يدخل لير ملوطه، دونك هنا من فين عندنا الماتير في وسط التريمي، ومن بعد يخرج يشيح البلاستيك ويخرج هذاك لير هذاك افيك لوميديتي ويشيح لنا البلاستيك وكا نجمو نستعملوها. دونك دو بارامتر اللي هي تومبيراتور، دونك تشوفوا هنا تومبيراتور كونسين والاخرى الحمراء هي لا تومبيراتور اكتويال اون كور. وقت لا توصل تومبيراتور للكونسيني وقت نبداو نحسبوا في الوقت. دونك دو بارامتر دو ريغلاج دو سيشور، عندنا لا تومبيراتور اي لو تون دو سيشاج. دونك السخانه تومبيراتور نتاع الماتيير دو سيشاج وكيف كيف دوري الوقت، هما الاثنين مربوطين بالماتيير ا انجكتي. لو دوزيام اليمون هو لو لاليمونتاتور، تشوفوا هنا لاليمونتور متكون من بتيت تريمي موجوده الفوق هذه، لي دو تويو افيك ان موتور داسبيراسيون هو كي فا اسيغي لو ترونسبور دو لا ماتيير من البرميل هذايا باش تخدم. دونك ميزون مارش نتاع الموتور داسبيراسيون كي فا اسيغي لو ترونسبور دو لا ماتيير من البرميل هذايا فير لا بتيت تريمي هذايا اللي هي تستقيل 5 كيلو. دونك كل 5 كيلو لو سيستيم فا اسبيري لا ماتيير من السورس. دونك عندنا السلاد الكبير ناخذ منه الماتيير سو فورم دو جرانولي فير لا ماشين. يعني الثلاثيام اليمون هم برشا، هو لو روفا دي سور
باش يبرد لنا اللو، لو رفودي بيان سور ديبون دو لا دو لا تمبيراتور دو مول. اذا كان نحكيو على رفوديسمون افروا، سينو كان باش نستعملو ترموريغولاتور تو نحكيو يعني بعد، هو زاد كيف كيف مهم باش يعطي لو فرواد فير لو ترموريغولاتور. دونك هنا لا ميز اون مارش دو رفوديسور تمبيراتور 12 انتر 12 و 15، نجمو بيان سور نلقاو دي كا اقل ولا اكثر شويه، دونك تو ديبون دو لوتيليزاسيون دو لو. دونك لو فرواد مهم برشا، علاه؟ على خاطر باش نستعملوه باش نبردو ثلاثة حاجات في الماكينه. حاجه دونك جاي لو فرواد منه باش نبردو الزيت، دونك هذا تشوف فيه لي شونجور، الزيت يرجع قبل ما يرجع ليزيرفوار، دونك لازم يبرد. نبردو كيف كيف الكلاس اللي هو تحت التريمي، هنا تشوف هذوما زوج شعب هذوما لي دو تيو، وزاد كيف كيف باش نبردو المول. دونك عندنا لو كاتريام اللي هو البروير، نرحيو لي كاروت لي بيس نون كونفورم، دونك نجمو نستعملوهم اوتوماتيكمون افيك لا ماتيير فيرج. كيك نقصوهم لي بيرت، دونك هذا البروير ندخلو الماتيير، ومن هنا نلقاو بيان سور باش نلقاو دي جرانولين، نلقاو نسميوهم دي بايات اللي هما دي مورسو، نزيدوهم بعد للجرانولي باش نعاودو نستعملوهم. دونك هنايا قاعدين نعملو فيريفيكاسيون في السيستم دالار، البورت كوتي اوبوزي اللي هو ماشي الاخر لازم يكون مسكر ديما. الور اوتر بريفيريك موجود، نجمو راح نحكيو على الماتريال روبوتيك، لو شارجمون لو ديشارجمون دي مول، نهبط ونطلع المول. دونك فما الماتريال دو تريتمون دي بياس انجكتي كيما لي ديسبوزيتيف دي كاروتاج، نحيو الكاروت من البياس. فما ترياج ما بين البياس والكاروت، كونتاج دو ستوكاج اوتوماتيك، كونفويور ولا دي تابي ترانسبورتور باش نهزو عليهم البياسات انجكتي. كيف كيف نلقاو الماتريال دو مونتاج اي دو كونيكسيون دو ديمونتاج اي ستوكاج دي مول. دونك يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، إن شاء الله الفيديو يزيدكم.